طب قول لنا عبد الرحمن كده اهم الصفات في القطط ايه؟ يعني عرفنا كده التوقيتات المناسبه ايه، المفروض نعمل ايه معاهم، ما نعملش ايه معاهم، الكلام ده. هو الفكره كلها ان برضو يعني اول معلومه، كل قط ليه دماغه زي البني ادم. في صحابك اكيد ما بيرضوش يتصوروا او ما بيحبوش التصوير، هم فيهم ناس كده برضو يعني، هم بني ادمين بس هم ما عندهمش دماغ. بقول لك ايه، اصلا يعني القطط بالذات، يعني انا عايز لك ان اي حاجه ممكن تشتغلها بيها، تعمل لها اي حاجه فاهم، هتروح معاك. لا مش كلهم بصراحه، مش كلهم؟ يعني لا مش كلهم نفس الموضوع ده بصراحه. يعني انا اتعاملت في قطط، انا حاولت اتصور معاها ما عرفتش خالص يعني، بيبقى لكن في قط بيبقى عنده ليه شخصيه وكاريزما قدام الكاميرا، وبيبقى قاعد كده واخد بوز للكاميرا، حتى لما تيجي تصوره كده بيبقى شخصيه قدامك، مش اللي هو كقط وخلاص كده، بارز ملامحه وتفاصيله. ده اسد ده.